السلام عليكم أعزائنا الطلبة، في محاضرة جديدة في مقرر البرمجة بلغة ماتلاب. سوف نتناول في هذه المحاضرة العمليات الحسابية والدوال بلغة ماتلاب، فأهلا وسهلا بكم. المحاور الأساسية التي سوف نتناولها في هذه المحاضرة هي العمليات الحسابية على المتجهات والمصفوفات. توجد العديد من العمليات الحسابية التي يمكن إجراءها على المتجهات والمصفوفات، منها عملية الجمع. لإجراء عملية الجمع بين المتجهات يجب أن تكون الأبعاد متساوية، فعلى سبيل المثال لجمع المتجهين A الذي يتكون من 6 عناصر مع B المكون من 6 عناصر، فيمكن كتابة الإيعاز بلغة ماتلاب A زائد B، أي بمعنى اجمع عناصر A مع عناصر B كلا حسب موقع، أي العنصر الموجود بالموقع الأول في A مع العنصر الموجود في الموقع الأول من B، ثم أجمع العنصر الموجود بالموقع الثاني من A مع العنصر الموجود بالموقع الثاني من B وهكذا، وتكون النتيجة هي عبارة عن متجه متكون من 6 عناصر تمثل حاصل جمع عناصر A مع B. لجمع المصفوفات يجب أن تكون الأبعاد متساوية للمصفوفتين، حيث يتم الجمع حسب الموقع، أي العنصر الأول من الصف الأول من العمود الأول من A مع العنصر الموجود في الصف الأول العمود الأول من B، ثم العنصر الموجود في الصف الأول العمود الثاني من A مع العنصر الموجود في الصف الأول العمود الثاني من B وهكذا. يمكن جمع المصفوفة A ذات البعد 4 في 4 مع المصفوفة B ذات البعد 4 في 4، حيث يتم جمع A11 مع B11 وجمع A12 مع B12 وهكذا لتكوين مصفوفة C ذات البعد 4 في 4، حيث تكون عناصرها هي حاصل جمع عناصر A مع عناصر B، وكما موضح أمامكم بالمثال على الشاشة. يمكن إجراء عملية الطرح بين مصفوفتين أو متجهين باستخدام علامة الناقص بين المتجهين أو المصفوفتين، فعلى سبيل المثال يكون عندنا المتجهين A و B، فA ناقصا B هو الإيعاز في لغة ماتلاب، حيث يتم الطرح عنصر لعنصر، العنصر الموجود في الموقع الأول من A ناقص العنصر الموجود في الموقع الأول من B وهكذا بالنسبة لبقية العناصر. بطريقة مماثلة لعملية الجمع، يمكن طرح المصفوفتين باستخدام علامة الناقص بدل الجمع، حيث يتم طرح عنصر لعنصر حسب موقعه، وتكون النتيجة هي مصفوفة تمثل ناتج طرح المصفوفتين، يكون بعدها مساوي للبعد المصفوفة A و B. العملية الأخرى التي سوف نتناولها هي ضرب المصفوفات، فعلى سبيل المثال لو كانت لدينا المصفوفة A و B والمطلوب ضرب المصفوفتين، يجب أن يكون عدد الأعمدة من المصفوفة A يساوي عدد الصفوف في المصفوفة B. حتى أحسب الصف الأول لتوليد المصفوفة C من حاصل ضرب A في B، راح أضرب الصف الأول للـ A مع العمود الأول من B، فراح يكون عندي حاصل جمع نتيجة الضرب هي أول قيمة من الصف الأول من C. فعلى سبيل المثال من أضرب الصف الأول من A مع العمود الأول من B راح يكون حاصل جمع الضرب هو صفر، هذا الصفر راح تمثل أول قيمة للمصفوفة C، ثم يتم ضرب الصف الأول من المصفوفة A مع العمود الثاني من B وناتج الجمع هو 20، راح يمثل القيمة الثانية من C توضع في العمود الثاني للصف الأول لC، وهكذا يتم حساب بقية العناصر. يمكن إجراء العمليات الحسابية على كل عنصر من عناصر المتجه أو المصفوفة مع متغير من خلال Scalar Operation أو العمليات المفردة. ولغرض إجراء العملية الحسابية على عناصر المصفوفة أو المتجه، يتم استخدام علامة الدوت قبل العملية الحسابية المطلوب إجراءها. فعلى سبيل المثال، لغرض إضافة العدد 2 إلى كل عنصر من عناصر المصفوفة A وتكوين المصفوفة B، يتم كتابة الإيعاز كالتالي: B تساوي A دوت زائد 2. يمكن إجراء عملية الطرح بين عناصر متجه أو مصفوفة وقيمة ثابتة باستخدام علامة الدوت لغرض طرح القيمة المطلوبة من كل عنصر من عناصر المصفوفة أو المتجه، كما موضح أمامكم على الشاشة.
لغرض ضرب عناصر متجهين أو مصفوفتين أو مصفوفة مع قيمة ثابتة يمكن استخدام الدرس. نلاحظ أن ضرب المصفوفتين ضرب مباشر لا يجوز لعدم توفر الشروط المطلوبة. فعلى سبيل المثال لو أردنا ضرب المصفوفة A أو المتجه A مع المتجه B ضرب نقطي أو ضرب عنصر لعنصر، سوف يتم ضرب العنصر الأول من المتجه A مع العنصر الأول من المتجه B، ضرب العنصر الثاني من المتجه A مع العنصر الثاني من المتجه B، وهكذا بالنسبة للبقية. لإجراء عملية القسمة بين مصفوفتين أو متجهين يجب توفر بعض الشروط، لكن لإجراء عملية القسمة بين العناصر فيمكن إجراء عملية القسمة بشكل مباشر باستخدام الدوتس. فعلى سبيل المثال لو كان لدينا المتجهين A و B فيمكن إجراء عملية القسمة على العناصر من خلال إعاز A دوت خط القسمة على B. في تلك الحالة سوف يتم تقسيم العنصر الأول من A على العنصر الأول من B، تقسيم العنصر الثاني من A على العنصر الثاني من B وهكذا. أيضا يمكن رفع عناصر المتجه أو المصفوفة لأي أس من خلال استخدام علامة الدوت وتحديد قيمة الأس المطلوبة. يمكن إيجاد مجموع حاصل ضرب عناصر متجهين A و B من خلال استخدام الإعاز جاهز دوت، واختصار خطوات التنفيذ التي تشمل عمليات ضرب عناصر المتجهين مع بعضها، ثم إيجاد حاصل جمع مضروب تلك الأعداد. توجد في لغة ماتلاب العديد من الدوال الجاهزة التي تسهل العمليات الحسابية، مثلاً إعاز DET لإيجاد محدد المصفوفة المربعة، وإعاز INV لإيجاد معكوس المصفوفة. من الدوال المهمة وشائعة الاستخدام مع المصفوفات هي دالة الدايجنول لإيجاد عناصر القطر الرئيسي. فمثلاً لإيجاد عناصر القطر الرئيسي المصفوفة A يتم استخدام الإعاز الموجود أمامكم على الشاشة. عند التنفيذ سيطبع القيم 1, 2, 0, 5 والتي تمثل عناصر القطر الرئيسي. أيضاً توجد دالة جاهزة أخرى لإيجاد مجموع عناصر القطر الرئيسي وهي دالة trace. فعند تنفيذ دالة trace على المصفوفة A سيكون النتيجة 8 والتي تمثل حاصل جمع عناصر القطر الرئيسي والمتمثلة ب 1 زائد 2 زائد 0 زائد 5 ويساوي 8. لاحظنا من خلال المثال السابق إيجاد عناصر القطر الرئيسي المصفوفة A. المصفوفة A كانت مربعة ذات بعد 4 في 4، أي عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة. طيب إذا كانت المصفوفة غير مربعة شلون راح أطلع عناصر القطر الرئيسي؟ فعلى سبيل المثال لو كانت لدينا المصفوفة Z ذات البعد 3 في 4، ثلاث صفوف بأربع أعمدة، هيك حالة راح يستخرج عناصر القطر الرئيسي للجزء المربع الأكبر. أكبر جزء مربع بها هو 3 في 3، فراح تسترجع لي عناصر القطر الرئيسي لهذا الجزء اللي راح تمثل لي 1 2 0. فمن أطبق دالة التريس على هذه المصفوفة الغير مربعة راح يجمع لي عناصر القطر الرئيسي. من الدوال الأخرى التي ممكن تستخدم بكثرة مع المصفوفات هي دالة تراينجل أبر، والتي هي عبارة عن استخلاص المصفوفة المثلثية العليا من المصفوفة المعطاة، ومختصرها هو تريو. فعلى سبيل المثال لو كان لدينا المصفوفة المربعة A ذات البعد 4 في 4، فعند تنفيذ الإعاز المصفوفة المثلثية العليا سوف يكون مصفوفة جميع عناصرها التي تحت القطر الرئيسي تساوي 0، وبتلك الحالة تسمى مصفوفة مثلثية عليا. أيضا يمكن تحويل العناصر التي فوق القطر الرئيسي إلى أصفار للمصفوفة المعطاة، وذلك من خلال استخدام إعاز ماتلاب لغرض تحويل المصفوفة المعطاة إلى مصفوفة مثلثية دنيا، وذلك باستخدام الإعاز trial. إلى هنا نصل إلى نهاية محاضرة هذا اليوم، نلتقي بكم مجددا في محاضرة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.